الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، فموضوع الخطبة حول الاستعداد النفسي لاستقبال شهر رمضان المبارك. نستقبل رمضان بأشياء قبل حلوله. أولا، إخلاص النية لصومه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإخلاص النية لهذه العبادة العظيمة، ينبغي للمسلم أن يستعد له. ثم نستقبل رمضان بماذا؟ بالاستغفار، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر لمن استغفره. لذا قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. ثم نستقبل رمضان بالفرح والسرور بقدوم رمضان، لقوله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ذلك خير مما يجمعون. ثم نستقبل رمضان بالدعاء: ألا أن يبلغنا هذا الموسم العظيم وهذا الخير العظيم. كان السلف الصالح يدعون الله سبحانه وتعالى 6 أشهر قبل رمضان، يقولون: اللهم بلغنا رمضان. هذا الدعاء كان السلف يقولون. مارين
وان الله سبحانه وتعالى وان الله تيغا وان الله ماما وان صلي على النبي بن كما علي بن وسنو علي صحابه درو ادو سيرو سيري غيا غدي باتي ما كانوا بوتا ما رمو كتبا غكي بن كما كني الاستعداد النفسي لاستقبال شهر رمضان har manan su ga dan nan yonki na tere na farani na gemuni na mosuron de nya sun kason de en kan sirin ni mena du senodi nan yonki kera ga na labandi sado sun kason gari kendi mani ona sun kason gemuni mani bil ikhlas ti khalasi o ga kanta kasu kibei oro khalasi na lokata allah gulleke agarake wajabi do kama bar allah faris sallallahu alaihi wa alihi wasallam arakina kona fi innamal a'mal binniyat gullu hususu ko monde natingan ne wa innama likulli imri'in ma nawa kibe ga hada mara men dangara ngania sun ko sun ngani ni ma asumu dan nanti aswasu mun ka wasumu ai sumeke natingan ne nanni khalas inde du koyen tadi du ngaren tadi na khalas li Allah subhanahu wa ta'ala da Allah da kina ko wa ma umiru illa li ya'budu Allah mukhlisin lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah wa dhalika din al-qayyim Allah ma fofo mu wa ada mare bunga gantina Allah ba ne boti na dinan khalas li Allah da kiya mu ne dinna ko mun kam kem balle نستقبل رمضان بالاستغفار من الذنوب والخطايا انا سنغ سنغ انا جمون لي بالاستغفار تغفر جسمه لي الله سبحانه وتعالى وين فنكم امرا كمين بغير الله ناغا غفر ينا نوح عليه الصلاة والسلام أركينا في سرون دنا إذ كمين جنو من دنا استغفروا ربكم قرارك من يقع خفرين إنه كان غفارا اسم المبالغة غفار يغفر كثيرا ألا ينبنى سري أقبين قال إنه كان غفارا ألا ينبنى أغنى ينبك من مغى أغنى السارنا ينبين بلي يرسل السماء عليكم مدرارا كمو أنا رقم نتكا مدفع خير جيشتك من دي kene kam ta khine nema ko hore nay war jare ko hore ni allah tina kene ya khanya ka kam awren mo ya war jana allah yam pem balle su bitte ta li gidi allah ganay yam ko kome ma ga ga dan cheno di bakan di lununga an manina na nan bire ke wa sana na yuba bire mo tsire al hayat al sa'id al tayyiba an kenya ngina kam nan allah da kam ko la kenya ngini ke kam oro aro kem dana asoho yiti yanga kata nyani juru mun nyani Allah subhanahu wa ta'ala ati wa yaj'al lakum jannat ana gadi mun nyana kada na wa yaj'al lakum anha na wara lakum na na qalin Allah ya ghafali nas bi rusul sama alaikum dara wa yumdidukum bi amwali wa bani na gadi tin abren po gabe aro lenni lenni ko ga ko le nya ro la no ana gadi nan ko gabe nya kada ana nan mun daga daga waran lahu man ni kaga da dura saga da kace Allah yi nan dubi kace Allah yi kudu Allah na kanka yin nan kada ona su kasu ga mun bil istighfar sun kasu nan manni an ga garan da hukube sun kasu nan ya kam an ga fayye bai sun kasu nan ya kam an ga jene bai sun kasu nan ya kam an ga nan barado jur nan ga bai sun kasu ne ke nan ko li baka kam saro ki kasu horo mantega نستقبل رمضان بالفرح والسرور وانا سنقصم جمع اللي ما قد تسوي اللي نعليه ام غدا سنقصم بيرني وغد قوت انياني هي سنك يريقو ينا كمو كي ينا كمو اجمو كي نيني اجمو كي تايم وواتن لا نستقبله بالسرور والفرح ألا لكينا كفارنا قل بفضل الله والله الإسلام فضل الله وبرحمته بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فارن كي رحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والله وما أنقي أنقي من بدهو جد حين رنيمة مؤمن لنا
قل بفضل الله بالإسلام وبالقرآن وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبرحمته فليفرحوا. لام الأمر افرحوا بالإسلام، افرحوا بدينكم بشرعكم. هذا هو الفرح، هذا هو السرور. ما لم كان يغلينا كان سوينا مؤمن بدمنا يربي الله قال السلامي أقل الناس مؤمنيا أقل قدرنا كسرانا كنا نفارين في كتنا كإسلام هنا أن التحقيق. فبذلك فليفرحوا التي نجوت كيف ذلك خير مما يجمعون من الأموال التي أنا نسوي تسلام أهونا نم proud تسلام أهونا كن يوم قصورا يوم دوبا كيف كفا مجدنا نقول ماري مكمل لي نستقبل رمضان أنا شو رسم جمل لنا وقلي بماذا بالدعاء تدعون ونا الله نياغا بل سوق سكي بغاري موسم من مواسم الخيرات خير تنجاني انت ثم يري خلي اناني ما اكوانا دي سوق سن تدور سوق لا تقو تباني يغنا بغاوي ان الله نياغا ke sanjan kore be gari kerin kason be gari ko tabane batiya na hon kengam kosu ujine kasu urubani ken kaso na hon an allah ya galla na ken ke kaso salafus salih ridwanullah taala alayhi faren ni sahaban allah kumusul sawan do benu gadangi kasu kum mi gana to kasu kaso إكي لندن بدنا سوق صين. إجا الله ناجنا يتضرعون. إجا الله مقاسني ويدعون الله. إجا الله كلي ليلة نهارا ورونك أن يبلغنا رمضان ويبلغ رمضان عليه. إجا الله ناجنا الله هو ينبض كت سوق صين. إيه الله. ورا ناجا أنه ينبض كت سوق صين. أنه كلي ندي سوق صين. أن سوق صين بكتي نلوي. بس يواتو خيري بيغا نسو بصم ليس الاستعداد لرمضان بالمطاعم والمشروبات بأنواعها ما استعداد دبل تسو بصمنا ليس بالمأكولات والمشروبات فقط لا بل الاستعداد النفسي عيدتي لي هون اللي تنم عليه من هون اللي تنم عليه في المارين iko hunganari min hongari oga de suka sun gane ta kuti kenga ona suka sun gane ta kuti mani ona suka sun gane ta kuti no yin kinu ka de mundi angara yi go hunu ta mundi de mundi nan ci mu hokto honge mundi aban nan yu gi ke haparan na suru di bakka di mu su je ni o fayi o ma kan je ndu bon ndu de o garame da o sere an nan no tin sene ni ke ya ta su ka sun gane akoni na di to na ane di eti nyame be ga yene urondi ande langolea irame be ga rono menye nga ayam kini na ngemu ya saru ni ni ngota har mara men tu sono ni su paso na ande ani me ana du sono ni before ramadan saru su paso ngam su paso ngana irini ken na nyanto na meke kulella bantenya kembe dani sallu kulo sumu kulo hijiru kulo jakanu kulo salati nduku kunna katna batte bagandani korono du gamundi qabla ramadan qaswani sanjanen qaswani qaswani mehiri da qaswani wana allah subhanahu wa ta'ala wana tunga kenyaga qaswake da yirini ananyo oga pare oga du gamundo ga tuwi bako jun gunchu susudi kem muro maha nastaqbilu ramadan bit tawbah النسوح ونتوب بل الله بخير يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نسوحا قد توبي كات الله يتوب نقول نقول نتوب بك جنوب نونا الله سبحانه وتعالى أغنى توب توبة نسوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم
ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء التوبه توب نور قل لي انا كده بنسرنا ننجي من شيء ينبع قل لي بري سوره على بالي الله وينبع اذا تم شروط التوبه توب شرط من غناتنا مارم وان الله سبحانه وتعالى نجا الله قال نتوب انا قبل رمضان وبهذا القدر كفايه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله وكفى وصلى الله على الحبيب المصطفى وعلى آله الطاهرين الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, my brothers and sisters, all pray to Allah سبحانه وتعالى Almighty Allah. We do our pray to our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. My topic today, khutbah about al-istaidat al-nafsi. To prepare your soul before Ramadan. قبل حلول رمضان. Before the Ramadan is coming. To prepare yourself. You facing to the Ramadan. To few things, prepare yourself for that. The first one, ikhlas niyyah, to sincerity, your intention, your action. Because the Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, he said in hadith, innama al-a'mal bil niyyat, all action, all your deed by intention. If your intention is good, all you did, if the small is gonna be bigger for your intention. But if your intention is not good, all your great deeds is smaller. The deeds by intention, the action by intention. If the Ramadan is coming, we open our hearts to sincerity, our deeds, and ikhlas. The second one, to prepare ourselves to be happiness, to be happy for the Ramadan is coming. We not be sad and worrying about Ramadan. The Ramadan is coming summertime, the time is too long, we fast 18 hours, 19 hours. Don't worry. Be happy. Allah subhanahu wa ta'ala say in the Quran, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ. In the midst of Allah, فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ. To be proud, to be happy for mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Be happy. Allah select you. Allah choose you. You be Muslim. You are Muslim. You practice in Islam. You pray on your time. Be happy for that. Be proud as your Muslims. Don't proud that I'm have this and that. Know your title. Know your nationality. Be proud that you're Muslims. فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُونَ. Be happy that you are Muslims, you believers. ذَلِكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. It's better than what you bring in, that wealth. To be Muslims, to be happy that you are Muslims is better than that. Next up in Ramadan, we prepare ourselves for the Ramadan بالتوبة, to repent to Allah subhanahu wa ta'ala. Because Nuh alayhi salatu wa salam, he said in the Quran,
Allah said, the Nuh said to his people, استغفروا ربكم. Ask your Lord forgiveness. إنه كان غفارا. Allah is more given. Allah forgive more. If you're asking Allah forgiveness, the result is coming. And the result provides. يرسل السماء عليكم مدرارا. You will open the sky for the last rain. مدرارا. ويمددكم بأموال. And give you a lot of wealth. وبنين. And sons. ويجعل لكم جنات. We give you a lot of gardens. ويجعل لكم جنات ويجعل لكم الأنهار. ويجعل لكم أنهار. And he give you a lot of rivers. That's the result of the istighfar. Don't say استغفر الله. If you say استغفر الله, استغفر الله, your risk coming more. And then we prepare ourselves for the Ramadan to dua, to asking Allah subhanahu wa ta'ala. In a few days to the Ramadan, but asking Allah to bring the Ramadan in the life, your life. Because if so, but you don't know when. A lot of people, they happen that tomorrow Ramadan, they pass away today. If tomorrow is Ramadan, but they pass away today. For that, the Salaf, they was asking Allah 6 months before Ramadan. They asked Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, show us Ramadan. And bring Ramadan and we are alive. 6 months, they asking Allah, day and night. Why? Because they know important of the Ramadan. Because Ramadan, we have one night, only one night. They call Laylatul Qadr. Allah means in the Quran, that Layla, that night, is better than 1,000 months. خير من ألف شهر. Is better than 1,000 months. Brothers, for that benefit, ask Allah subhanahu wa ta'ala to give you long life and good health to the Ramadan to fast in this month. Brothers, we must repent before this month is coming. It's not just the Ramadan coming, the people are fasting and fasting, no. Make your intention to do your fasting for Allah and prepare yourself and clean yourself, your heart. Make istighfar, make tawbah, repent for all your sins. And then you enter Ramadan, you will benefit for the Ramadan. The Ramadan is coming still. You are using that sin before Ramadan, you're still in the Ramadan, you're using that. Backbiting. Using haram, lying, adultery, zina. All this make you repent. You don't know. You're going to see this Ramadan or not. Oh, the Ramadan is coming, it's going to be your last Ramadan, you don't know. How many brothers? Last Ramadan we'll be fasting together. But this year they're not here. They pass away. Prepare yourself. We're asking Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah subhanahu wa ta'ala show us the Ramadan. May Allah make the Ramadan is for us. May Allah accept all our deeds in Ramadan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم زين الإيمان في قلوبنا. اللهم كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. قوموا إلى صلاة يغفر الله لنا ولكم.